أحد المسائل المهمة جدا لازم نفكر فيها في جهاز الفنتليتور هي عملية الانفكشن كنترول. انفكشن كنترول طبعا بيبقى عادة بيتم في الحاجات اللي في الليكويدز عموما أو الغازات عن طريق حاجة بنسميها فلتريشن. فلتريشن دي بيبقى فيه عندنا فلتر، والفلتر ده بيبقى فيه فتحات بتبقى صغيرة كفاية إن هي تمنع الميكروبس إنها تعدي. وده الحقيقة بيستعمل في حاجات كتيرة، مش بس بيستعمل هنا في الفنتليشن، بيستعمل برضه في الأدوية، بيستعمل في الحاجات الأخرى اللي هي فيها ليكويدز وعايزين نعملها تعقيم، لما نقدرش نعملها تعقيم عن طريق الحرارة. فبالتالي بيبقى في عندنا طبعا النوع الأساسي اللي بيستعمل في حاجة زي كده بنسميه High Efficiency Particulate Air Filters. بالنسبة للجزء دوت الهيبا فلترز الحقيقة بتبقى ممكن تبقى امبيدد داخل الهيت اند مويستشر اكسشينجرز، يعني ممكن نلاقي فيه عندنا بيسيكلي نفس الهيت اند مويستشر اكسشينجر اللي هو بيتحط عندنا هنا عشان يسخن ويرطب الهواء اللي داخل للبيشنت في الانسبيريشن، ممكن وهو في عملية الاكسبيريشن بيمنع المايكرو اورجانيزمز انها تعدي بعد كده وتخرج في الهواء بتاع الغرفة. فالحقيقة من خلال الهيت اند مويستشر اكسشينجر ممكن يبقى في عندنا هيبا فلتريشن، وبالتالي يمنع ان الهواء اللي خارج يبقى يعني محتفظ بالميكروبات اللي خارجة من البيشنت.